راديو ماكس، لا راديو دو سبور و دو لا ميوزيك. رجعنا معكم مستمعين الكرام دائما في راديو مارس، دائما مع الضيف ديالنا والنجم ديالنا اليوم سي نور الدين القاسمي. قال لك سيدي السلام، عادي سيتو بلي سولي القاسمي شنو ناوي يدير في المحمديه كوم اكتيفيتي سبورتيف ايكونوميك بوليتيك بوغ ايدي لا فيل. الله اش دار الكذا؟ هذا سمع كل شيء هذا. خلص وحنا حنا كرياضيين نبقاو في الرياضه. وي سي نورمال. كيف قال هو الان بدا لان كاين الدكتور حرمة الله جاب معاه قراءه اخرى، جاب معاه تواصل اخر مع لي زونسيان وداك الشيء، فالان هو يا اتجه باش يكون ان شاء الله في الرياضه وياخذ لي ديبلوم ديالو، ومن تما لتما ربي تما. قال لك سيدي شيخ عادل، خاص القاسمي يعطي التجربة ديالو لكرة القدم الوطني، لأنه كان لاعب منضبط وعطى الشيء الكثير لكاع الفرق اللي لعب فيهم. قال لك هذه خويا عادل سولي نور الدين على البهجة. سي احمد البهجة راه في مراكش. سي احمد البهجة لعبتو معاه؟ هي خاصة سي احمد البهجة بيان سور لعبت معاه. ملي كنتي كتبرطو راه ليا. سي احمد البهجة من خيرة اللاعبين اللي دازوا في الكرة الوطنية المغربية. كنظن بأنه تكنيكمون بحاله يعني قليل باش يكون شي واحد اللي كيلعب في التقنية ديالو، وجا لعب معنا في الرجاء في لا فان كارير ديالو، جا لعب معنا واحد العام جو بونس في الرجاء، يعني استفدنا منه ودوزنا معاه اوقات جميله لا في داخل الملعب ولا خارج الملعب، ومن هذا المنبر فانا كنوجه ليه التحيه. داك اوكي واحد الشيخ قاسمي جو كونت بلو سيغ حرمة الله ميم لوي إل فا ريستي افيك لا فيدراسيون انوار. ياك اخويا انوار مالك اخويا انوار؟ لا يكون خير ان شاء الله يكون خير. قال لك السلام خويا عادي تحيه لك. شكون اللي كيعيط عليا في التليفون؟ حميدي سير الحميدي خلينا رحنا خدامين عادي بعد من الله يجازيك بخير. السلام خويا عادي، خصك تعرف بان قاسمي لاعب اللي كان في الماتش كيعطيك 3 4 ديال التمريرات ديال الهدف. سي نورمال، لان كيف قال هو يكون مدافع ومن بعد الا جات الفرصه ان تمشي نجي. قال لك اخويا عادي قول نور الدين شنو طرا نهار تشديتي في عيلتي النهار المضاربه مع المخزن. بان لك المضاربه مع المخزن في الصباح ياك، ما بان لك لا بيت لا شي ماتش فيه شي قلبه زوينه. صافي هذاك الشيء داز فات اللي فات مات، خلينا سيدي في داك الشيء اللي زوين. وهذا بان لي وجود خير فيما اختار الله. السلام خويا عادل، سلم لي على نور الدين القاسمي، توحشناه، علاش غابر علينا وعلاش ما كتعيطوش عليه باش يكون معكم؟ صافي غيكون معنا ديما ان شاء الله. مرحبا فيك كرون بليزير. بالعكس حنا كنفرحوا كنفتخروا فاش كنشوفوا وليدات دي جون. قاسمي الي اونكور جون، ولد 77 ولا 78 الي اونكور جون، لعب في الاونيفو سالا اون بوتي، وكيبقى من اللاعبين المحترمين اللي دائما كنسمعوا عليهم غير الحاجه المزيانه. تحيه كبيره لنور الدين القاسمي، واحد من اللاعبين اللي استفدوا من حريه الاحتراف لانه فاش جا ليفار قدم مستوى رائع. عادل خصك تعرف بان القاسمي كان مدافع اللي كاع المدربين عولوا عليه لانه كان كيعطي الامان والسيكوريتي لا ديفونس. خويا عادل، حنا جمهور الجيش الملكي فرحانين بالعطاء اللي دوز معنا اللاعب نور الدين القاسمي، وكنتمنوا ليه مسيره موفقه في التدريب لما لا يكون كذلك مدرب كبير. نور الدين القاسمي لاعب انيق، كان كيبان بانه باغي يلعب الكره وباغي يحقق اهداف ديالو اللي وصل لها بكل امتياز. الله يحفظك خويا عادل. الى ما سول ليا قاسمي كيفاش دارت المسيره ديالو مع فريق جيش قبل ما مشيو لجيش الرجاء، من بعد مشيت لايستخ. ايستخ كيفاش جا الانتقال ديالك لايستخ؟ حتى هو ما حاس مضان بحال ديما. بلا اجون بلا والو. يعني كنا لعبنا كنت مع ليكيب ناسيونال ديك الساعه لعبنا في خارج المغرب. داخلين المغرب جاني اتصال هاتفي بانه راه غادي تمشي
ايستر فريق اللي ديك الساعه كان طلع في ليغ ان بروميير ديفيزيون فرنسا. فيعني انا كنت كنطمح كاي لاعب باش انني نمشي لعالم احتراف يعني اكزاكتومون فرنسا يمكن كتعطيك بزاف د الحوايج لان دوك الناس ما كيلعبوش صحيح. واخا تمشي للتروازيام ديفيزيون د فرنسا كتلقى داكشي مقنن ناضي ما كاينش الكومود. مشيت لقيت فريق اللي هو جاب لاعبين ديك الساعه كبار من ضمنهم صيفي ديال الجزائر شادلي اللي جا ديال تونس اللي جا ديال الرجاء كانوا لاعبين دي سينيغالي دي زانترناسيونو اكثريه كلهم كانوا دي زانترناسيونو. فاني مشيت يا فاش مشيت لايستر لعبت معاهم ان من بعد سينيت مع غرونوبل دو زون. العام ديال ايستر العام ديال ايستر سي فري كو دابا الناس اللي ما عارفينش هو ملي كتمشي خاص ديما ملي كتمشي اي بلاصه خاص لادابتاسيون وي سي نورمال. دابا ملي كتكون هنا كتلعب الكره هنايا وداك الشيء هنا في المغرب خاص لادابتاسيون ما يمكنش تكون في فرقه صغيره وتمشي لفرقه اكبر وتادابتا فاسيلمون. لا 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 كاين لونتوراج كاين لو ستيل كاين البوبليك كاين لي ديريجون سي با سي با فاسيل اكزاكتومون. حتى لو نيفو تمايا الفرق كاين لا فيتيس وكاين لا بويسونس اكثريه في الليغ ولا حتى الليغ 2 يعني كاين تبارك الله تما لي زافريكان راه دايرين غزاوه في لا فرونس تمايا كلهم خارجين من لي سونتر دو فورماسيون تما كيجيبوهم صغار كيكونوهم صغار كيمشيو مال لافريك كيجيبو 10 ديال لي جون صغار كيجيبوهم ادخل اسيدي عامين 3 سنين كيبداو يستافدو منهم عندهم 3 زون كيلعبو معاهم كوم بروفيسيونيل ومن بعد ملي كتسالي كونترا ديك الساعه بغاو يزيدو معاه راه كيزيدو معاه ما بغاوش راه كيمشي لفرقه اخرى احسن. انت كتستافدو اون اني مشيتي لكرونوب مشيت لكرونوب ليغ 2 حتى هي كان واحد كانوا حتى هي كانوا كيطمحوا باش يطلعوا بروميير ديفيزيون فلعبت معاهم بروميير اني دوزيام من بعد وقعوا مشاكل لانه كما كتعرف لا فرونس شحال واحد ما عارفش بانه كاين مشاكل ديال الضرائب يعني كتشوف الصالير ديالك وكتابعك الضريبه كتشوف راسك انت ما غاديش تبقى تما عايش ديما يعني سي فغي كو تما في لا فرونس ولا في لوروب كيخلصوا كلشي كياخذوا لي من الصالير ديالو واحد بورسونتاج ديال الضريبه لان كيتسمى داك الشيء سوسيال لانه اللي خدام كيخلص لي ما خدامش اللي مطلقه ولا اللي عندها ولد ولا اللي هذا كلشي كلشي عايش تما اذا شكون كيخلص هو اللي خدام اذا ملي كنشوف راسي انا عندي كونترا دو 2 زون غنبقى نخلص ليهم ومني غنسالي غنجي في حالاتي وانا اش غادي شي يعوضوا لي والو اذا وقعوا مشاكل وقعوا لي مشاكل عاوتاني مع واحد لونترينور غادي سيرتو ملي جرى رمضان ملي كتكون انت كتلعب مثلا انا كنلعب مع ليكيب كيجي عندك لونترينور كيقول لك خصك تفطر نهار لو جور دو ماتش هما في فرنسا كيسميو جور دو ماتش يعني كاع اكثريه واحد 99% ديال اللعابه العرب اللي كيلعبوا في لا فرونس كلهم كيفطروا نهار الماتش كيسمى جور دو ماتش وحنا الدين ديالنا ما قالش لنا جور دو ماتش كنقول ليه انا ما غاديش نفطر غنبقى صايم ولا حاضيني انا خصك تفطر قلت ليه ما نفطرش جور دو ماتش افطر مسطي واش غنديروا ليه واش غنطلعوا الفوكا تقولوا لي لا راه جور دو ماتش هذا مسطي وقعوا مشاكل وسيرتو هادشي ديال الضرائب وداك الشيء شطرا سينما هي فاش دخلت بحال هاتي للمغرب وتما في سينيت عاوتاني مع فريق الجيش الملكي. بالنسبه لك شنو يمكن نقولوا على دو زون ديال الاحتراف في ليغ 1 وفي ليغ 2 شنو استفدتي من هاد لي دو زون؟ شنو اللي استفدت انه صراحه انه داك الشيء اللي كان تما كنت ديجا عايشو انا في فريق الرجاء البيضاوي يعني صراحة كان عندنا كانوا موفرنا كاع الظروف كان دي دي دي, دي سال ميسكيلاسيون كان دي زونترينور كيجيبوا لنا في المستوى دي فرونسي وداك الشيء يعني كان تقريبا متساوي غير النيفو اللي كان شويه مرتفع تمايا في بطولة ديال فرنسا. واخا انا عندي بزاف ديال لي اس ام اس كيسولوني كيقولوا لي الله يحفظك اخويا عادل الى ما قول القاسمي عاود لينا على الماتش ديال لاسيك ماتش ديال لاسيك كنظن بان حتى واحد ما ينساه حتى هشام بوشروان قال لي وعندك تنسى الماتش ديال لاسيك لان هذاك الماتش بوحده الرموكي تحيه كبيره للرموكي اللي كيقول لي بان قاسمي كرون جوار وجوار في المستوى تحيه كبيره للرموكي واحد من اللاعبين انا لاعب اللي متعنا له هو تبارك الله كبير وغيكون معنا ان شاء الله ان شاء الله خصو نشدوه في شي ان شاء الله تلقى ما كتخرجش كنبلغ ليه تحيه انا تحيه كبيره للرموكي ماتش ديال لاسيك هذاك ماتش عالمي ماتش غوتو بعد الماتش طلالي قتلا الماتش طلالي كنا خسرنا بجوج زيرو تما كان كنا نخسروا بواحد الخمسه ولا سته سي فغي كو تما في لاسيك ولكن ابيجون هذيك الفرقه راه هي اللي دابا هما اللي كلهم كيلعبوا دابا في كاع الفرق الكبار
سورتو تما ملي كتمشي كتلقى لالتيتود كتلقى واحد ما كاينش الاكسجين الاكسجين مخلط بالماء يعني ملي كتطلع لاسبيراسيون كتبغي تشم الاكسجين مخلط بالماء في واحد النسبه عاليه ديال الماء يعني لو كور ما كيتجاو كتولي مرخي صعيب باش ما ادابتيش انا كتصل تما بواحد دوره 3 جو باش ادابت خاصك الوقت كثر سكيفي صعيب لعبنا دخلنا للماتش وهما حافظين التيران والجو عرفتي فايتينا بزاف وفيزيكمون وانا ادابتين اصلا سكيفي فاش خسرنا بجوج زيرو الوغ اوغوز مو ملي جينا حتى حنايا جا الشتا والغيس وداك الشيء ما كانش الشتا والغيس وداك الشيء راه حتى هذاك النهار داك سبحان الله العظيم الله العظيم شي رجاويه ولا رجاوي دعا معنا واقيلا وحتى واحد ما كان كيقول انه غيدعي معكم بالشتا لان بعد لافي مع المقبره مع خشوف المقبره كتريني وسطات والضو ما كاينش والظلام لا لا كاع الاجواء كتقول بانكم تاكلوا قتله وي وي ولكن فاش كنا لعبنا جو بونس فروم دان وقت فروم دان مورا كان عرس رياضي بالنسبه لي الدرجه الاولى كانت من احسن سواغي دازت عندي واقيله في 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 كره القدم كان تيران بلوكي تبارك الله كل شيء فاطر كل شيء شارب حريره واكل الشباكيه جايين خاص الرجاء تربح والحمد لله ديك الساعه كانوا لاعبين في المستوى كما كنرجع دائما القوه ديال الفريق هي اللاعبين ديالو اللاعب الرامي ومشيتي تيريتي جوك الاول وتيريتي جوك الثاني ما كيوقفك حتى شي واحد كل لعبتوا الكره معاهم قتلة لعبنا معاهم كل شيء في ذاك الماتش هذاك النهار الدراري كانوا رجال تبارك الله عليهم ما وقفوش 90 دقيقه داخلين الحرب لان كنا كنلعبوا بو لو مايو كنعطيو بغينا نربحوا حنا ما باغيين لا فلوس لا والو دابا كنا باغيين نربحوا باغيين نمتعوا الجمهور لانه كتشوف الجمهور تبارك الله كنتو كتقولوا بانك هذاك الماتش تربحوا تربحوا بيان سور بيان سور ماشي بربعه ولكن غتربح داخل باش تربح لانه ما عندكش خيار خاصك تربح والحمد لله داك الشيء اللي كان ضربنا الاهلي حتى هي ضربنا جون دارك في جون دارك فاشي جون دارك حتى هي في السنغال ضربناهم جوج لواحد في تيرانهم باقي ناقص سونتريت واحد الكره نيت للسي ابو شروان كان ماركات تبارك الله حتى هو ما كانش كيزقل وين عندي هذيك السي الله على السعف بكورتو كورتو كورتو اللي عطاتو السي تبارك الله عبد الرزاق ماشي السي شكون عبد الرزاق خو خويا خو خويا حتى هو كان جاي كان تبارك الله من خيرات اللاعبين كانوا لاعبين في المستوى صراحه مي هذاك الماتش ديال 4-0 كيدخل 4-0 كتشوف الى جيتي كتعاود السينما باقي كنتفرج فيه مره كنديرو وكنتفرج كنتمتع كنشوف اللعابه تبارك الله راه كانوا فين ما كنجلس راه كتضيع كره ما كتشوفش واحد كيقول لك علاش ما عطيتينيش ولا زكريا ولا انا وهشام كنكونوا كنهضروا لانه بمسلوب داكشي كيقول لي والله العظيم عادل كان فاش كنكون تفرج في كره كنقول لا راه حنا ما راه كانت الكره وداكشي فاش كنتفرج دابا كنرجع كندير شي ماتش من هذوك الماتشات ديال الرجاء كيقول لي والله العظيم ترى كنا كنطيروا كتلقى لي زابي دو بال لي فراب دو بال لي زوريونطاسيون الكره فيها كلشي والكره وكلشي باغي يمشي ليكيب ناسيونال اللعابه اكزاكتومون خاص تمشي ليكيب ناسيونال كطمح وكلشي باغي يحترف اللعابه كانوا زعما ماشي محدودين كيشوفوا وحدانيفهم كلشي عنده طموح وداكشي اللي زدنا به لقدام كيف كنقولوا يمكن الجماهير ديال الرجاء كلها فرحانه بهذه المباراه لان على شاك فوا التاريخ زوين الواحد راه ما يمكنش يزيد قدام الا ما عندوش التاريخ وهذا هو المهم فاش التاريخ كنقولوا بان لعبنا مع لاسيك اللي كانوا فيها لاعبين كلهم دابا كيلعبوا في الاونيفو كلهم دابا محترفين في واحترفوا في الفرق العالميه بشكل كبير الرجاء البيضاوي شداتو في واحد الليله رمضانيه عطاتهم واحد القتله ربانيه ما عقلوا بقاو ياكلوا في العصا ياكلوا في العصا ما عرفوا باش تبلاو عرفتي كانت تضرب في كاري دي زويت عرفتي بوشروان ماركا واحد تبارك الله عرفتي ضربها في 90 ما عقلوش كان فرانسيس هو تبارك الله حتى هو كوفرتور دو بال ما تاخذهاش ليه واخا يكونوا أربعة زيرو كيف ندير أربعة زيرو كلك سيدي خويا عادي خصك تعرف بأن هذيك الفرقة ما تبقاش تعاود لأن كانوا فيها العلماء فاش كتجبد عمر عويمر سميكا زكريا جزريندو لاعبين اللي عطاو للرجاء شي كثير برافو ليهم خويا عادي الله يرجعك بخير هذا الماتش هذا بغينا غير تذكرونا فيه ونسمعوا الاهداف ديالو نقولوا هاد الدراري طارق ماتش بيوتا ماتش 4-0 ديال الرجاء تما عقلتيش على 4 كنتي صغير ما تعقلش
تعقلش على ولدي على هذا الشيء، انت باقي صغير. هاد الماتشات كيعقلوا عليهم باقي كوميم. يمكن هاد اللاعبين كلهم كاين اللي باقي كيلعب فيهم شي سكامات نو، لان كلهم كانوا دي جون الدراري الصغار، الدراري الصغار اللي مشاو. زكريا بوبرا يبقى عاقل على السميات يجبدهم. زكريا عاد بوبرا يعقل، مشى للسميات، عقل على القبوره اللي داز فيهم ويعقل على كل شيء. عنده لا ميموار تبارك الله، لا ميموار ناضيه. داكور، قبل ما ناخذوا الماتش ديال الراجون نذكروا هذه المباراه. رجعتي من الاحتراف، رجعتي للجيش، فريق الجيش. علاش علاش الجيش؟ الجيش لانه اول حاجه لانه كان كيلعب فيها صديق ديالي ديال الطفوله هو طارق الجرموني، يعني كانت عندي معاه علاقات وكان كنا ديما على اتصال. يعني تما فين يعني فضلت انني نجي للجيش الملكي لانه كان فيها طريق، كانوا فيها لاعبين حتى هما في المستوى في هذيك الوقت. كان اجدو قديوي، كانوا كانوا لاعبين في المستوى حتى هما. كانوا الله جايين من لاكوب دافريك جو بونس مع سي محمد فخر، كانوا لعبوا في تونس كانت ساحه افريقيا اكزاكتومون. هي فسينيت مع الجيش الملكي وكان الحمد لله ما ندمتش على هذيك لا سيناتور، لانه سينيت في فريق كبير وفي المستوى وفي فريق ديال الالقاب. والحمد لله فنفزت معاه باربعه ديال الالقاب في اربع سنين، اربعه ديال الالقاب. هذا هو الشيء الجميل، اربعه ديال الالقاب، ثلاثه ديال كاس العرش وبطوله. ستيل ديفيرون على الراجا. لا ديفيرونس فين كاينه؟ في الجمهور وهي اللي كاينه. لانه الراجا كيلعب في كازا في دونور، ديما الجمهور قريب ليه. في فريق الجيش الملكي كيلعب في مولاي عبد الله، تيران خارج على المدينه، الجمهور كيكون بالنسبه اقل من في ليزونترينمون. في ليزونترينمون ما تنساش بان الجيش الملكي عندهم سونتر سبورتيف من احسن لي سونتر سبورتيف في افريك. يعني في كانوا موفرين جميع الظروف تمايا، تيران دونترينمون، بيسين، كاين سال دو ميسكولاسيون، كان زعما جميع الظروف متوفره في فريق الجيش الملكي. كيف قلنا الجيش الملكي فريق اللي هذيك لا بيريود كذلك خرجوا منه لاعبين كبار، كيف قلنا اجدو قديوي لاعبين كبار، اربعه ديال الراقي عصام، اربعه ديال 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 اربعه ديال الالقاب، اربعه ديال المواسم. شنو التقييم ديالك لهاد الفتره هادي؟ يمكن الفتره ناجحه بجميع المقاييس. من طبيعه الحال، من طبيعه الحال دابا ولات اربعه اربعه، وكانت ثلاثه ثلاثه طلعت شويه. بدينا بثلاثه ثلاثه دابا وصلنا اربعه اربعه. لا كنت من المحظوظين لانه جيت ديما كنقول لك راه اللاعب راه ماشي خاص الجروب يكون مزيان. ملي كيكون الجروب مزيان اوتوماتيكمون انت كتحاول تكون في الانتيغرا مع الجروب والحمد لله كتمشي مزيان. فمني جيت كانوا لعابه في المستوى، كانوا في لا ديفونس، كان مثلا شهاب، كان بندريس، كان عدي السراج اللي سوا ديال الجميله حتى هو كي وي كانوا لاعبين في المستوى. كان ودوش حتى هو تبارك الله، كان تبارك الله ما نساوش العلاوي قديوي، كان كاين فسنا كنلعبوا لا بوين فور ديالو الراس، كان كثير كتحل قديوي سونطري عليه تماركات صافي الله يعاون سالينا رجع. والحمد لله كنا من المحظوظين، لعبنا 3 كوب دو ترون وديناهم والشامبيونات دينا حتى هي مع فريق الجيش الملكي. داكور، حنا باقيين متواصلين معكم مستمعينا الكرام مع الضيف ديالنا والنجم ديالنا اليوم السي نور الدين القاسمي. نذكروا بان المستمع الاوفيه ديالنا اللي بغاو يهضروا معنا كيف العاده 0522 226 226 225، ولا 0529 0204 10. مرحبا بكم معنا في راديو مارس. ولكن قبل ما ناخذوا المستمع الاوفيه كذلك ونسمعوا الرجاء اللي سلخات وعطات قتله لاستيك في مباراه تاريخيه اللي ما عمر شي واحد يقدر ينساها، غادي توقفوا غير مع طارق ضروري. فاصل بعده نواصل. رجعنا معكم مستمعي الكرام دائما في راديو مارس مع المستمعين الاوفياء ديالنا اللي باغيين يدوزوا يهضروا معنا. نبداو مع حسان من الدار البيضاء. نور الدين كاسك الله يحفظك باش نهضروا مع الناس اللي باغيين يهضروا معك. خويا حسان صباح الخير. خويا عادل صباح الخير. خويا حسان معك حسن العسكري. مرحبا خويا حسن العسكري. اش كيجيك العسكري؟ حيد العسكري، حيد سيدي الغموض، حيد علينا. كي داير؟ الله يعزيك اخويا. كلشي بخير، صحه لاباس علينا وعليك. علينا وعليك الصحه والسلامه. الطيف ديالك نور الدين. مرحبا 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 بي في راديو مارس. تحيه لي، تحيه كبيره. شكرا شكرا بارك الله فيك. غير بغيت من السؤالات اللي بغيت نسول نور الدين، كيفاش كان كيجوز الديربي ما بينه وما بين ابرامي هذاك الكولوار هذاك؟ واخا سيدي مرحبا. شكرا شكرا الله يحفظك. عافاك الله يحفظك.
مضاربه مع الصباح ما عرفتش كيفاش كيدوز الديربي تاع ابرامي الحراقيه كيفاش غيدوز الديربي هذا هذيك الساعه ما كتشوفش ابرامي كتشوف فريق الوداد ككل وي كانوا يعني فيه سميات كبيره هذيك الساعه اللي جا حداك بسم الله ما تبقاش تقلب على هذا ولا هذا مي كان الديربي كما قلت لك فما خصكش تخسر لانه الجمهور عنده حساسيه رجوي عنده حساسيه مع المقابلات يعني سلام شو سي سي داكشي هما ولي هما ولينا بحال بحال مش عيب خويا مش عيب من جديده بلاصتي عادل اهلا وسهلا كيداير خويا عادل الله يحفظك خويا مش عيب كيداير انت الله يحفظك راه نهار كبير هذا ملي تلاقيت معك ونهضر معك هذا النهار الله مرحبا نهار غليظ هذا كاع باينا غليظ وسكتين في شي كيلو ونص كاع وتحيات سي نور الدين الله يبارك فيك بارك الله فيك اللاعبين انا من الانصار ديال فريق الجيش الملكي مرحبا سيدي وتنطلب منك السي عادل يعني قبل ما نتكلم على سي نور الدين واحد الطلب وهو الى جبتي لنا الاستاذ والكبير يعني الاستاذ الكبير هو السي محمد تيمومي ان شاء الله محموده ان شاء الله يعني نسيتيه لينا داك السيد الله ودي ايوا خيبتها في التعويذات نسيتيه كاين شي واحد ينسى تيمومي الله ودي مرحبا مرحبا خويا ابو شعيب الله يحفظك المهم انا نتكلم على السي نور الدين السي نور الدين كانت ايام زاهيه معاه مع فريق الجيش الملكي وي وي وكنت أسف لفريق الجيش الملكي على ما وصل ليه لأن كان البارح تتفرج فيه وتيبان ليا فينا هو السي نور الدين القاسمي في ديك الجهة اليسرية اللي ولا عندنا فيها الشوارع فهمتيني السي عادل وي خويا بشعيب ومن هذا المنبر تنتمنى السي نور الدين يعني مادام هو حقق معنا بزاف أربعة ديال الألقاب فتنهنيه بهذه المناسبة وخا نهضر عليه نهضر ثاني ما غادي ما نكملش معاه لأن هذا كثير يعني كيستاهل كل خير الله يحفظك خويا ابو شعيب من صاحبي شكرا جمال من كازا خويا جمال خويا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الله يحفظك كل شيء بخير شي لاباس بغيت غير نشكركم ونسلم عليكم هذا النوبه ما غنقول والو مرحبا مرحبا الضيف بزاف مرحبا ولكن ما نساش واحد الحاجه عرفتي خويا عرفتي ملي كانوا لاعبين مع الجندار كي هنا ما ننساش كان واحد أمتي راه مفصول ديال الرجاء كان سنغالي عبر سنغالي كان تتريني مع الرجاء كل شيء وفي الدوزيام ميتا كان ما صعيب 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 ديال الرجاء مع جوندار دخلت له الرجاء تاع الدوزيام ميتا هذاك ملي كيجيبوا لهم ذاك راه مفصول الكرة في الدوزيام ميتا في كوتي غوش في كوتي دروا ملي كيجيب لهم كرة كيلو عليهم كرة كيبني مع السنغالية كيقول والله إلا ربحتو وحفظهم راه يحفظو راه يحفظو في السنغالي كيلعب عندهم فهمتيني في السنغالي وكيموت على الرجاء كيموت على الرجاء ولكن كيخلي علينا بواحد الحاجة كيخلي علينا ملي كنسولوه كيقول لينا سيدي في ليكيب ناسيونال شكون اللي إليمينات المغرب كوب دي مونت كيقول لك سينيغال كيبدا يعاود لينا ديك الكرة كي دارت من السونتر كي مشات كي وصلت حتى ضربت السونتر ها ماركاها وكيحيد واحد التوني ديالو اللي كيكون لابس ديال الراجا في القهوة ملي كيدخل كيضرب بيه في السماء فهمتيني ربي والناس كتضحك وكتضحك ولكن في الراجا بحال تقول هذاك السيد راجاوي بير 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 الله يحفظك السي جمال وعزيز علي دم السلطان طنطان در السلطان وعزيز علي الكراج علان الله يحفظك كيتم غاديش كيدير كيشد اللي بان فيه كاغي شي حاجه كيبدي جونغلي وكيلعب به الله يحفظك ولكن الجوندار عاوتاني تنزل ما يبقاش قال لهم هما بقى غادي البيستير هو غادي مع نفسه سي جمال وي خويا ياك جوندار كلات قتلات هي رد اللعابه والرجاوي اللي كانوا هما اللي عطاو وقت لما جي هذاك اللي كان كيجيب الكره لا ولكن شوف سي جمال مشى سي جمال هشام من فاس خويا هشام انا سي عادي كيداير خويا هشام بخير الجمعه مباركه لك ونور الدين والمستمعين مرحبا والله الا نور الدين عتبقى سولت لك اخي نور الدين هذه واحد بقاش عبر الوافو والاتحاد سولت عليك لا سيمين ديغني سولت عليك تاع الطاري ايوا سي تاع انا مصاوي ولكن كنعجبني نتفرج الكره مشرفين انت جلس مع الطاري شي شويه وسولنا عليه قال لي راه هو مسكين محمديه شنو قلت له هذيك الطريوه شنو نقول لك
الحضراوي وانت والسقاط الضربه اللي عجبوني انا في الكره. تبارك الله عليك، ميرسي. تبارك الله، ولعبتي في فرق كبار اخي نور الدين، كنت صراحه كواير الضربه ديال بصح الله يحفظك. نقول الكلمه هذه ما كيتصرطش. باش غندوزو بمويا باش غندوزو واخا دوز لي دوز بها بصح خويا الله يحفظك. عطيها البريمي دوز ديالي، جبد لي البريمي زيدي واحد عليا الغموض. كواير 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 الله يحفظك خويا هشام. خويا كواير ديال بصح جينا وكنشكرك اخويا الله يحفظك خويا. ديك القصه اللي بهجت هي عاوتاني قلت لي عاودنا مع قاسمي كانت شكل داك الشيء عندي هو البهجه. او قاسم بهجه احمق وقاسم حتى هو ما كيتفاكش. تنردي ما نخافش عليه. الله يحفظك الله يحفظك. فرق كبار صراحه. الله يحفظك الله يحفظك خويا هشام. ميرسي ميرسي. جمعه مباركه علينا وعليك حبيبي، علينا وعليك. شكرا شكرا. احمد من الرحامله. سي احمد. سي احمد صباح الخير خويا هادي. صافا كي داير؟ تحيه لك وتحيه للطاقم التقني. مرحبا وكنشكرك اخويا قلتي لي سي نور الدين القاسمي. مرحبا. ودابا هادو اللي في المستوى ديالي انا ياك اسيدي اللي عقلت عليهم مزيان. هذا عقلتي عليه؟ عقلت عليه مزيان. ايوا مزيان. صطمات. ايوا صطمات. كنشكرك اخويا هادي. الله يحفظك اسيدي احمد. و سي نور الدين القاسمي كان كتشوف غير من الوقت قام الوقفه كتعرفوا واش لاعب ولا ما لعبش. تبارك الله عليك. راه باقي راه غيسيني. راه لا شتي دابا دخلتي ستيت شتي راه دابا يسيني بان ليا. تبع كتفريق يجي بلاصي هذه كاروش. لا لا والله كاروش مزيان. نتمنى حظ جيد واوفر لسي عادل كاروش. الله يحفظك اخويا احمد. عماد قريت بو محمد. السلام عليكم. كيداير اخويا عماد؟ الله يعزك المرضي. الله يحفظك حبيبي. الله يخليك ربيك خويا وتحيه لسي نور الدين. لا شكرا تبارك الله عليك. نتمنوا لك نتمنوا لك يكون حد سعيد لك في التدريب وتكون شي كيف ما كنتي كواري واخا انا تفرجت لك في الاواخر تاعك ولكن الله عليك. كيف ما كان التاريخ ديالك وانا دائما دائما كنثق في عادل العمري تيجيب نجوم ما كيجيبش. خلينا من الهضره ديال الزنقه كيجيب نجوم فريمون نجوم. الله يحفظك الله يحفظك. شكرا شكرا خويا. وبغيت نسولك بغيت نسول سي نور الدين زكريا عبوب فاش كانوا كيديو الماكله ديالهم لافريك كي كانوا يديروا معاه واش كان يدي الماكله ديالو ولا كان يهرف عليهم؟ المشكله كانت مع الحمر. لا حنا كنا كنديو داك الشيء كنتقاسموا كاملين تما. العزه ديال الروح الوطني والمغاربه. المغاربه ما يديروش اللي دا شي حاجه كيجبدها. الله يحفظك. ميرسي خويا عماد. شكرا ميرسي. واخا قبل ما ناخذوا شقاره سي محمد من فاس وسي محمد من القنيطره وناخذوا العزيز كذلك فالبيوت جاو الهدف الهدف ديال الرجاء نهار 4-0 وصلوا يلاه جاو على خاطرهم اللي زربوا ماتوا. نسمعوا ونرجعوا بالتاريخ شويه الاهداف الرائعه وانتصار الرائع ديال الرجاء اللي كان على لاصق. تواغى الخطير من سامي تاج الدين. سامي تاج الدين والهدف الاول الهدف القاتل يا ميموزا هشام ابو شروان في الدقيقه الاولى من الوقت البديل يصلحها سامي تاج الدين وتاج على رؤوس الايفواريين هشام ابو شروان في المرمى. 1-0 للرجاء لن يمر الميموزا. قلت بهذه العزيمه بهذا المستوى الرائع من الصعب ان ينقذ فريق الاساك. زكريا عبوب سيطرة واضحة للرجاء. زكريا عبوب يلعبها في مكان مناسب يمشي سامي تاج الدين كرة مرفوعة ترجع من الدفاع في المرة الأولى ما زالت الإمكانية في المرة الثانية والهدف الثاني. خلاص أعسك ينهار خلاص يا فرانسوا أندلي 2-0 في الدقيقة 20 لن نمر حتى لركلات الترجيح سيخلصها الرجاء البيضاوي سيخلصها في الوقت القانوني 2-0 ما زالت الكرة إيفوارية ويستعيدها الرجاء والمرتدة الكونترا تاك اوف سايد ليمكي تشونغ يلعبوا في الدقيقتين في الوقت الضايع برافو عبد الواحد عبد الصمد يعيدها لهجمة بيضاوية جديدة قد تصنع الأمل والفرحة يمشي من جديد هشام أبو شروان يترك الكرة زكريا عبوب على القائم الثاني والهدف الثالث خلاص القاتل يا رجاء القاتل يا كازابلانكا خلاص ألف مبروك الصعود البيضاوي للفاينل 8 دقائق الآن في الوقت البديل هدف رابع 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 من رجاء ربح البيضاوي ربح الرجاوي رائع جدا 4-0 اكتساح مغربي لأفيال الكوت ديفوار 4-0 الهدف آسك الهدف الرابع لفريق رجاء الدار البيضاء 4-0 ونهاية مستحق مباراة ولا في الأحلام الهدف الرابع من فريق الرجاء مباراة
ولا في الاحلام ما تنساش هذه المباراه لان كان جمهور رائع وكانوا لعابه ديال بصح كيف كنسمعوا عبوب عبد الواحد عبد الصمد سامي تاج الدين انت جو بونس المعلق تا هو شهر في هذه المباراه تا هو دخل تا هو داس معاكم دوزت كل شيء واخا نمشيو عند قبل ما ناخذوا العزيز نخليو العزيز ناخذوا معنا شقاره مسلا السلام عليكم كيداير خويا شقاره واحد دقيقه غير عادي جمعه مباركه الله يحفظك جميع المستمعين والمستمعات وتبارك الله على خي تبارك الله على خي شقارة وانت مالك تختي هاد الصباح وكلشي مشى لك المعلم وصير معانا ابويا وصير صير الزهايمر جاك صغير المعلم يا عبيد هادي 50 عام هاد ما ديال الاخ ديالي راه خبارك والبركة فراسك البركة فراسك البركة فراسك قاسمي نعم سيدي على مسمى الا داز بنادم تيقسم بنادم ما كاينش لا لا يخطيك لا يخطيك الله الله شوف اشنا زعما ايام تاع ايام مع الرجاء ايام قاسمي ومن اللي بين اللي زار يلاه طيرو اللي شفتهم انا بعينيا عندهم داك لاراج دو فانكر بعينيا بعينيا صاحبي فهمتيني ولا عندي واحد السؤال جوج سؤالات سؤال على البارح على تقطع لي التليفون على ولد على با لعب ثاني ارجيكو ولده على البطوله اللي داونا في 1960 الكاميرا واحد السيغه كان عاود لي جدي الله يرحمه اشوف خالي من داكشي ديال جداك والستينات حنا دابا مع في الالفينات هنايا خليك معنا في الالفينات الله يرحم لك الوالدين اشوف اشوف انا نعاود نسول لك عليها بيرجيكو زيد لي السؤال الثاني السؤال الثاني هو علاش تحيدوا لنا دوك لي ماتش ديال لو فيد ريدو غير رجعوا هذا العام غير رجعوا وما شفنا والو لا لا غير رجعوا ان شاء الله قدره الله وقت قالوا غير رجعوا حنا معاهم تيجي بالله تيسير شقاره وصبرا جميلا محمد من فاس سي محمد السلام عليكم وعليكم السلام خويا سي محمد خويا هذه زعما راه فرحان بزاف انني اتصلت بكم الله يحفظك ولاني انا اللي شفت انت نور ديال القاسمي انا لا جينيراسيون ديالو اللي تفرجلهم بزاف هو لاعب كبير ولكن هو ضحيه الاعلام انا اللي بان لي كيفاش ضحيه الاعلام المباراه اول مباراه ديالو بحال دابا في المنتخب الوطني هو خارج التلفزيون تلقى الصحفي قال له كنتي رجل المباراه اش تقول لنا من تما ما ولاش هذاك القاسمي اللي كان مستوى كبير ما هذا زوينه زوينه وا انا المهم ودوك لي ماتش ديال لو فيدريدو راه تما كبرنا تما كانوا الماتشات كبار زعما تما كانوا كيبانوا اللعيبه عندك الحق عندك الحق باش يدخلوا دابا ملي كيدخلوا كيولفوا بالجمهور كيولفوا بهذا تيكونوا بسيف عليهم دابا واخا كيقول المدرب ما باغيش يدخلوا الجمهور تيضغط عليهم تيدخلوا بالنسبه للاعلام احنا اسمح لي نقاطعك بالنسبه للاعلام فبالعكس احنا بالاعلام باش وصلنا القلوب ديال المغاربه احنا تحيه قال لك هو لعبتي واحد الماتش اول ماتش ديالي كيف راس قالوا لك انت كنتي رجل المباراه من تما ضربتك عين لا الحمد لله فعلا باش ما كانش مباراه واحده كان مباريات راه 4 سنين وانا كنلعب في المنتخب الوطني لعبت الاقصائيات ديال كوب دافريك اقصائيات كوب دي موند فالحمد لله كان مباراه كثيره غير بالنسبه للاعلام فراه الاعلام باش الرياضيين كيوصلوا للقلوب ديال المغاربه نمشيو للقنيطره سيدي محمد سعادي كيداير خويا الله يبارك فيك مزيان كيداير سي نور الدين الحمد لله الله يبارك فيك قبل ما نهضر مع سي نور الدين نهضر عليك انت سي عادل اللي علاش تهضر عليا انا لا لانك انت سي عادل كتجسد واحد الجيل الجديد ديال المذيعين الله يحفظك يا حبيبي الله ما احوجنا اليه الله يحفظك الله يحفظك ماشي فقط لانه الطريقه ديال التنشيط ديالك للبرنامج اللي مزوجه بواحد الروح ديال الدعابه وكذلك كنعرفوا حتى معلومات على الضيوف ديالك اللي احنا ما احوجنا اليها الله يحفظك خويا سي محمد غادي نهضر على نور الدين القاسمي حنا كنا كنسميوه زانيتي خافير زانيتي بالعسريه في اليسر حنا بالنسبه لينا هذيك الفورما ديال ذاك اللاعب كنا كنشوفوها في اللاعب عندنا مغربي اللي في الحقيقه كنتاثروا بزاف بانه ما ربما التوهج اللي عنده ولكن كنشوفوا انه ما وصلش من النجوميه من الشهره اللي يستحقها نور الدين القاسمي حنا فرحنا اليوم اللي سمعنا بانه كيتريني مع شباب المحمديه مزيان علاش لا نقدروا نوليو نشوفوه مازال يلعب فين يلعب بعد من السيد عطيه التيزا قال لك يلعب
لا زملائي اشوف باش يشد الفورما يشد الفورما يشد الفورما ويعاون الفرقه ديالو يعاون الفرقه ديالو سي نورمال الله يحفظك بارك الله الله يحفظك سيدي محمد الله يحفظك شكرا خويا محمد العزيز 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 غيطار معنا هاد النهار اش بغا عاوتاني العزيز عيط للعزيز اسيدي عيط للعزيز نشوفوا التليفون شنو فيه بوشروان لا ماشي هشام راه هشام ليه السلاك عبد الرزاق اللي مجمع هاد منا قال لك قول ليه عاود لينا على العام اللي لعب معاهم فيه البهجه بالي ما كانش كيسمعنا مزيان راه حنا هضرنا على البهجه عبد الرزاق سير فحالك بعد منا الصباح هذا السلام خويا عادل تحيه لك وتحيه لنور الدين القاسمي الله يجازيكم بخير رجعتونا للزمن الجميل اللي كانوا فيه اللعابه ديال بصح وكيف قال كيف قال نور الدين ما كانتش الفلوس ولكن كانت الرجوله والنفس تحيه كبيره لخويا عادل وتحيه اكبر نور الدين القاسمي توحشنا نسمعوا الصوت ديالك وتوحشناك بزاف لانك كنت دائما كتبرعنا بالرجوله ديالك هذه مهمه هذا الرجل قالك هذا فراس بغى يقول فيك كلمه مرحبا خويا فراس اللي بقانا الوقت نعيطوا عليك العزيز نعم اهلا اش بغيتي العزيز اش بغيتي عاوتاني فهاد الصباح العزيز اش بغيتي كي داير السي عادل تجيب لنا اللاعبين اللي ما عطاتهمش الكره ما نصفاتهمش الكره ياك هذاك الشيء علاش بغينا نهضروا فيهم الله هضر فيهم اخويا السي عزيز كي داير قاسمي لاباس الحمد لله الله يحفظك كي داير انت الحمد لله نهار كبير هذا علينا وعليك الله يحفظك السي عادل الكلمه اللي غنقول السي نور الدين كلاعب داز فريق الجيش الملكي وانا كنت انا ذاك مدرب مساعد ديال السي اسطنبولي من هذا المنبر تنحييه فقاسمي بكل صراحه لاعب كبير يعني المواصفات ديال اللاعب اللي يدافع وميم طون يهاجم وواحد النهار كنت نهضر معاه تنقول له ودي راه عندك واحد العسريه تتكلم ولكن علاش ما تتكلمش انت تتكلم خاصك تبقى تمركي علاش حنا بار اكزومبل يلا دابا ولينا تنشوفوا اريار غوش ولا تيلعب اريار دروب باش يدير ديك الفتحه باش يشوت قاسمي دارها في 2006 2007 انا ذاك مشينا بعدا كوصيفي البطل ديال كاس افريقيا ونجم الساحل التونسي انا ذاك اللي كان دابا حاليا لاعب اللي سميتو الشيخاوي لاعب كبير لاعب كبير اللي كان في المقابله هنا اننا شفنا الفيديو ديال نجم الساحل والمدرب انا ذاك هو السي البنزرتي اللي جا للرجاء فعلا قلت ما كاينش اللي غادي انا في اسطنبولي ما كاينش اللي غادي يقبض هذاك الهجيم الا قاسمي فعلا لبسو ما شمهاش معاه ما شمهاش بهذه العباره وسجل في الجيش اهداف ومن بينهم ان اسطنبولي مشى ديك الوقيته وانا دربت فريق الجيش الملكي واول مقابله عندي مع الدفاع الحسن الجديد وكان سجل الهدف الداخل 90 بواحد القطفه قويه قطفه كبيره قلت لي شير راه شير 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 عليها وزائد زائد هاد لو ماركاج اللي ماركيت وما عرفتش نفرح تلاحيت على ظهري زوينه ما مارش كالماركي واحد القضيه سي عادل ان واحد اللاعب ديال البيترو بس تنذكر نور الدين لاعب ديال البيترو انغوليز بيترو اتليتيكو اتليتيكو دابا حاليا هذا اللاعب راه هو في اما في ليفربول ولا في مانشستر يونايتد اسميته مانشو مانشو كان في بنفيكا هذاك ثاني نفس المقابله فقلنا له قاسمي هذا راه ما خاصوش يلبس قال لك والله ما يشد فعلا خرجوا زرق في هذيك المقابله خرجوا زرق وهنا تنقول لقاسمي خاصك دير تدريب لانه عنده الشوفه والمدرب اللي عنده الشوفه عنده واحد النظره احترافيه راه غادي ينجح في المستقبل ديالو شكرا وهو راه الدم ديالو راه ماشي ديال المحمدي راه نسى ما قالهاش هو راه دمو ملالي لان الوالد ديالو من بني ملال ولا الام ديالو من بني ملال توصلتي مع حتى الوالد دابا ياك الوالد ولا الوالده الوالده من سيدي قاسم والوالده ايوا وتحياتي لسي نور الدين والطاقم الله يحفظك خويا العزيز الله يحفظك الله يحفظك شكرا بزاف شكرا العزيز الله يحفظك كيفاش هاد لافير ماركيتي البيت وطحتي على ما عرفتش نفرح ماشي ومارش كالماركي ومارش كتبافوش ماركيتي تلاحيتي وصافي ومعك كان في الدقيقه 90 ديال الرباح مزيان هاد القضيه بيان سيغ
ما علموكش الدراري ياك ما ترينيتش عليها ما ترينيتيش عليها واخا داكور نور الدين قبل ما نختموا بقى ساعتين دغيا داز ميساج حيد حيد الكاس صافي ما عندك ما دير به شنو النصيحه اللي يمكن تنصح بها هاد هاد الوليدات وسورتو حنا يمكن الكره المغربيه شويه ماشي فينا وقت الدراجه والوداد والجيش وقت الالقاب والافريك وكذا وحنا ديما فرحانين فقضيه شويه معياش في النتائج وداك الشيء حتى مع ليكيب ناسيونال شنو النصيحه اللي يمكن تنصح لهاد الوليدات هاد لي جوغ اللي كيلعبوا تا اول حاجه فانا كنشكرك بزاف السي عادل على هذا البرنامج الشيق واللي كنعتبره انا كصله رحيم مع الجمهور الغيور على كره القدم الوطنيه فكنشكرك بزاف وكنشكر الطاقم اللي معك كامل على هذا البرنامج هذه من جهه فبالنسبه لكره القدم فاللي كنبغي النصيحه اللي كنبغي نعطي للاعبين ولا اول حاجه بعدا اللي خاص يكون بعدا في الكره الوطنيه هما لي سون دو فورماسيون يعني هذه راه ما يمكنش لينا حنا نزيدوا لقدام الا ما كاينش دي سون دو فورماسيون راه واخا تجيب مدرب كيما بغى يكون النوع ديالو واش اللعاب اللي ما غاديش تكونوا واحد التكوين اللي هو احترافي راه ما يمكنش تجيبوا ليكيب بروميير وتقول لي خاصك دير لها بحال هكا راه داك المدرب اللي غتجيبو غادي يقول لي هكا راه كيديها الفلوس وكيزيد في حالته راه ما غيعطيش شي اضافه الاهم حاجه هو لي سون دو فورماسيون خاصهم يكونوا كاع راه مشيت لعبت في فرنسا وداك الشيء فكاع الفروع عندهم دي سون دو فورماسيون لا فريق في الدوزيام ديفيزيون ولا في هواس كتلقى عنده سون دو فورماسيون باش يكون عندنا واحد بيبينيير اللي تعطينا لاعبين هذه من جهه وجهه اخرى كنقول لاعبين دابا اللي كيمارسوا في البطوله الوطنيه ينقصوا شويه من الانترنت وياخذوها من الجانب الايجابي ديالها علاش لانه كتلقى دابا لاعب هو دابا كتلقاه مزيان فيزيكمون ولا تكنيكمون هو مزيان ولكن كيلعب ماتش جوج كتقلب عليه ما كاينش علاش ما يمكنش لانه دابا واخا هو بارك في الدار ومكونيكتي مثلا هو شاد هذه ولا هذه ولا هذه ما كينعساش جوج ثلاثه د الصباح المخ ديالو ما كيرتاحش الميسك ديالو ما كيرتاحش ما غير واخا يكون مزيان دغيا غيطفى اذا خصنا ناخذوا المسائل من الجانب الايجابي ديالها باش ان شاء الله نمشيو بهذه الكره الوطنيه لقدام ان شاء الله يا ربي وهذاك الشيء اللي كنتمناو ان شاء الله نتمناو ان الكره المغربيه ديالنا يمكن عندي بزاف ديال قال لك سيدي سول لينا على موسى وهرواش وسول لينا شكون هو اللاعب اللي دائما كنت كتلقى معاه مشكله في الماتشات شكون هو اللاعب اللي كنت انت ويا ديما في الصراعات زعما بغاو يعرفوا جو بونس كو ما كاينش شي لاعب اللي لو جروب ما كان الصراعات فهذيك الساعه كنت فيزيكمون مزيان اللي كان عنده لا فيتاس كنمشي معاه في لا فيتاس اللي عنده لا بويسونس كتمشي معاه في لا بويسونس فما كانش عندي مشكل ملي كتكون مجد المسائل هادو ما كيكونش عندك مشكل مع موسى وهرواش موسى سليمان موسى سليمان ونور الدين هرواش هادو من اللاعبين اللي تا هما دوزوا واحد الفتره جيده جدا مع فريق الرجاء البيضاوي موسى سليمان جو بونس راه كلشي كيعرفوه كان ميليو تيران هو نيجيري الاصل كان متميز وهرواش تا هو كان لاعب اللي هو كان لاعب موهوب اللي نقدر نقول هادو من اللاعبين اللي ما نصفاتهمش الكره توعد قال لي تحيه للقاسمي اسم على مسمى قاسمي خويا عادل اليوم اكتشفنا الشخصيه الحقيقيه ديال نور الدين القاسمي لانه كان كيبان لينا بانه مقلق ولكن اليوم بان لينا بانه عنده لو سونس ديمور سي نورمال سي نورمال تحيه كبيره كاع المستمعين تحيه كبيره لخويا نور الدين شكرا للقاسمي يمكن استمتعنا اليوم مع نور الدين القاسمي نتمنوا له حظ سعيد ان شاء الله في المستقبل ديالو ان شاء الله كلمة المنتخب الوطني المغربي شنو يمكن نقولوا على المنتخب الوطني المغربي كنظن بانه الان دابا كاين سيبادو الزكي اللي بغيت نشير ليه هو انه خص سيبادو الزكي يخليه يخدم راه ما يمكنش انه خص يعرف الجميع بان المنتخب الوطني راه ماشي فرقه ديال نادي راه ما يمكنش للمدرب انه كيشوف الفريق يوميا ويخدم معاه يوميا يعني الا جيت تشوف في الشهر الله عنده مره ولا جوج مرات اذا خاص دابا عطيتو الثقه لسيبادو الزكي خصنا نعطيو الثقه ونبعدو منه ونخليوه يخدم هذا الشيء اللي كاين لان خصنا نضربو كاملين من اجلكم خصنا نساعدوه الكوب دافريك انا ما نقولش غادي نديوها ولا خصنا نديوها خصنا نديرو هذه الهضره ما خصهاش تقال ما خصناش نكذبوا على الشارع المغربي خصنا نظهروا بمستوى جيد هذا هو الاساس هذا هو المهم هذا هو الاساس اذا شكرا لك خويا نور الدين قاسمي ونتمنى لك تحيه كبيره وتحيه كبيره لكاع المستمعين الاوفياء اللي كانوا معنا هكذا كنوصلوا مستمعي الكرام نهايه حلقه اليوم تحيه خاصه من القلب
للنجم اللي كان معنا اليوم نور الدين القديمي القاسمي، واحد من اللاعبين اللي عطاو الشيء الكثير كرة قدم وطنية مع شباب محمدية الرجاء والجيش وكذلك احتراف ومع المنتخبات الوطنية، أنه لعب في جميع الفئات ديال المنتخب الوطني المغربي. شكرا ليه وتحية خاصة ليه، شكرا لطريق دروين المخرج ديالنا خويا العربي اللي كان معنا في ويب تي في، هذا عادل عمر كيحييكم، شكرا الله يعاونكم. Radio Max, la radio du sport et de la musique.